أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج بانوراما فلسطينية، والذي نناقش فيه قضية الأسبوع حول التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة ولبنان، وكذلك في هضبة الجولان المحتلة، في الوقت الذي تقترب فيه الاحتجاجات ضد نتنياهو في الدخول من الدخول في أسبوعها السادس. ونتطرق إلى الفاجعة المؤلمة التي حلت بلبنان وأدت إلى تدمير هائل في ميناء بيروت العاصمة والمناطق المحيطة، ونتساءل ما إذا كانت الفاجعة ستدفع المنطقة إلى تصعيد أكثر أم تقودها إلى الهدوء. ففي الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات ضد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال وتطالب برحيله ومحاكمته بتهم فساد، صعد الاحتلال عملياته وتحركاته العسكرية خلال الأيام الماضية على الجبهات الثلاث مع قطاع غزة ولبنان وهضبة الجولان، حيث نفذ الاحتلال قبل يومين غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة بدعوى الرد على انطلاق صاروخ سقط في منطقة فارغة بالقرب من إحدى المستوطنات جنوب القطاع. وحذرت حركة حماس تل أبيب من التصعيد العسكري، وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن القصف استهدف مواقع للمقاومة في غزة بهدف حرف الأنظار عن أزمة الاحتلال الداخلية. وتزامن التصعيد ضد قطاع غزة مع تصعيد عسكري آخر في هضبة الجولان خلال الأيام الماضية، حيث ادعى الاحتلال إحباط محاولة تسلل لمجموعة كانت تحاول زرع عبة ناسفة، وبث الاحتلال شريط فيديو لاستهداف المجموعة المتسللة بغارة جوية، وحمل النظام السوري مسؤولية التصعيد في الجولان وفي جنوب لبنان. كما واصل الاحتلال تحركاته العسكرية على الحدود مع لبنان ودفع بمزيد من القوات بدعوى مخاوفه من عملية عسكرية لحزب الله ردا على مقتل أحد عناصر الحزب في غارة إسرائيلية قرب مطار دمشق الشهر الماضي. ولمناقشة هذا الموضوع يسعدني الترحيب بضيوفي عبر سكايب الدكتور حافظ الكرمي رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا من هنا من لندن، وكذلك الدكتور صالح النعامي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. ولكن اسمحوا لنا في البداية أن نشاهد معا هذا التقرير القصير. عبثا يحاول بنيامين نتنياهو حرف انتباه الرأي العام داخل دولة الاحتلال عن أزماته المتفاقمة مع كورونا تارة ومع الفساد تارة أخرى، وذلك بتصدير الأزمة إلى الخارج. مراقبون يرون القصف الذي نفذته طائرات الاحتلال ضد مواقع للمقاومة وسط وجنوب قطاع غزة قبل أيام أكبر برهان على ذلك، وكذلك ما تحدث عنه الاحتلال بإحباط تسلل لحزب الله شمالي البلاد رغم نفي الأخير له. حزب الله لكحت ذي بخشبون إلى لو أميرات سراك إلى أميرات إم משקל כבד של מדינת ישראל וצהל, כדאי שיתייחסו לזה ברצינות. حركة حماس أكدت في بيان لها سعي نتنياهو لتصدير أزمته الداخلية بالتصعيد نحو غزة، أزمة داخلية يزداد أوارها لهبا يوما إثر يوم، حيث يتظاهر آلاف الإسرائيليين باستمرار منذ أكثر من شهرين مطالبين باستقالة بنيامين نتنياهو، ذلك الذي يحاكم في عدة قضايا فساد من ضمنها تهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة العامة. وهم يواصلون احتجاجهم أيضا على طريقة التعاطي الحكومي مع ملف كورونا. نتنياهو لا يتطرق لذلك البتة، ويتحدث عن حالة أمنية صعبة لا مجال فيها للراحة. גם לא נחים לרגע בנושא הביטחון. אתם ראיתם שסיכלנו, צהל סיכל ניסיון של חבלה. يصارع نتنياهو للبقاء في السلطة، وقد بات منزله محاصرا من قبل المتظاهرين في أوسع حركة احتجاج داخلية تشهدها دولة الاحتلال. ولكن أكثر مسارات التحليل تفاؤلا بخروجه من المشهد لا ترى ذلك مفيدا لرفض خطة الضم. فالخبير في الشأن الإسرائيلي صالح عامي يرى في تغريدة له أن في إسقاط نتنياهو
تسليما للأمر لقيادة أكثر تطرفا وتشددا منه، فكثير من قوى اليمين المتطرف برأينا عامي رفضت المشاركة في حكومة نتنياهو لاعتراضها على شخصه، وهذا يعني برأيه أن حكومة برئاسة قيادي يميني غيره ستحظى بدعم كل قوى اليمين، وعليه سيكون من السهل لحكومة من هذا التيار الأكثر تشددا إمضاء مخطط الضم بلا تردد. وعليه إن صحت هذه التحليلات تبدو استغاثة البعض بالخلاص من نتنياهو أشبه بالمستجير من الرمضاء بالنار. أهلا بكم مشاهدي الكرام وتحياتي لضيوفنا، وأبدأ معك دكتور حافظ الكرمي. دكتور حافظ، هل هناك فعلا رابط بين التصعيد ضد قطاع غزة بشكل أساسي في اليومين الماضيين وضد لبنان وإلى حد ما في هضبة الجولان، وبين التظاهرات المناهضة لنتنياهو في الداخل والمطالبة بإقالته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي زاهر وللإخوة المشاهدين جميعا. طبعا لا شك تاريخيا الكيان الصهيوني دائما كان يحاول الخروج من أزماته الداخلية بافتعال حروب خارجية من أجل أن يوجه الرأي العام إلى تلك الحروب والخروج من الأزمة الداخلية. الآن نحن أمام أزمة داخلية معقدة جدا في هذا الكيان، ليس فقط أزمة نتنياهو إنما هي أزمة الكيان. الآن هذا الكيان منقسم على نفسه انقسام عميق جدا من الرأس إلى الأسفل كما يقال، ولم يعد ذلك الكيان الذي الموحد الذي يجابه الأزمات معا، وبخاصة بعد الأزمات الأخيرة سواء كان في موضوع كورونا أو موضوع ملفات الفساد لنتنياهو أو حتى موضوع إقرار الموازنة وعدم إقرار هذه الموازنة والفشل في موضوع الضم، حتى الآن في موضوع مشروع الضم الاستراتيجي الذي كان يمني نتنياهو نفسه به. كل هذه الملفات انفجرت في وجه نتنياهو، هناك مظاهرات ضخمة في نقاط كثيرة جدا في تل أبيب والقدس ضد نتنياهو، ولذلك ليس مستغربا بل هي سياسة معتمدة عند هذا الكيان في أن يحاول أن يفجر أزمة خارجية من أجل أن يوحد المجتمع الصهيوني سواء كان في غزة من خلال قصف بعض المناطق أو حتى في لبنان أو في الجولان أو حتى يمكن أن يوسع إلى مناطق أكبر إلى إيران أو غيرها، من أجل أن أولا يوحد المجتمع الصهيوني الذي يوحد بالخوف دائما من عدو خارجي، وكذلك الخروج من الأزمة الداخلية لنتنياهو وفضائحه الكبيرة. اسمح لي أنتقل للدكتور صالح النعامي من غزة. دكتور صالح، في أي إطار يعني تضع القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، القصف الأخير لقطاع غزة وخاصة لمواقع المقاومة، وإلى أي حد معنية دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد للوصول إلى حالة حرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بتقديري لا علاقة يعني أساسا بين عمليات القصف التي قامت بها إسرائيل لقطاع غزة وما يحدث من مظاهرات على خلفية الاحتجاج الجماهيري على سوء تعامل نتنياهو مع ملف كورونا وتدهور بعض قضية تبعا لذلك بعد حرب 2014 والحملات العسكرية التي شنتها إسرائيل، عمليات التصعيد التي شنتها إسرائيل بعد هذه الحرب. هناك معادلة ربع يعني تحاول فرضها إسرائيل، أنه ردا على أي عملية إطلاق صواريخ تتم من القطاع تقوم إسرائيل بالرد. يعني هذا كان قبل الاحتجاجات الجماهيرية في إسرائيل، وحتى على مدى الحكومات الأخيرة التي قادها بنيامين نتنياهو. الذي حدث مؤخرا إن صحت الرواية الإسرائيلية إن هناك تم إطلاق صاروخ قريب صاروخين من القطاع، ردت إسرائيل على ذلك. لكن بشكل عام هناك بنيامين نتنياهو مصلحة واضحة بتغليب الأجندة الأمنية على الجدل العام في إسرائيل.
على اعتبار انه لا على اعتبار انه لا خلال فشل في مواجهه كورونا، اوضاع البطاله يعني تعاظمت في اسرائيل، ايضا هناك انتقادات كبيره من داخل الائتلاف وخارجه بسبب لانه تحت ضغط التيار الديني الحريبي، حتى عن رزم المساعدات التي اقرتها حكومته اخذت بعين الاعتبار تفضيل التيار الديني الحريبي الذي يشارك في الائتلاف، لان بنيامين نتنياهو الان هو مصيره يتوقف على مدى يعني دعم الاحزاب الحريبيه وتحديدا حركتي شاس ويهود التوراة، وبالتالي نجد ان رزم المساعدات هي يعني ذهبت اتجاه التيار الحريبي، يعني على سبيل المثال تخصيص المخصصات للعائلات كثيره، منح يعني ربط المساعده بعدد الاطفال، مع العلم انه المراه الحريبيه يعني معدل الولاده لها 8 ولادات، وبالتالي حتى على صعيد اقناع يعني شركاء في الائتلاف وفي المعارضه سواء من اليمين او من الوسط، وان كنت انا طبعا لا احب هذا التصنيف، لكن يواجه بنيامين نتنياهو حصارا في هذا الجانب. لذلك هو معني بان يكون هناك اجنده، لكن لا اعتقد انه بنيامين نتنياهو يفضل الخيار حرب مع قطاع، لانه واضح تماما انه هو جرب حرب 2014، لا مخرج لاسرائيل سواء بنيامين نتنياهو غير بنيامين نتنياهو ان يستفيد من حرب على قطاع غزه. طيب دكتور صالح، دكتور اشغال الراي العام لاسرائيل لاجل تغيير جدول الاولويات على الاجنده العامه في داخل اسرائيل، تركيز على غزه، تصعيد هنا تصعيد هناك على الجيلان، طبعا واضح تماما انه هناك يعني تباين في تفضيل بنيامين نتنياهو واسرائيل بالنسبه للاتحاد، يعني افضل ساحل العام فيها بالنسبه لاسرائيل هو سوريا على الاقل، غزه ثم لبنان كما كان للاسباب المعروفه، لانه بامكانه في سوريا هامش المناور المتاح لاسرائيل كبير، وبالتالي بامكانه ان يقوم بذلك، وبعد ذلك كما طيب دكتور صالح ارجو ان تبقى معي، واسمح لي ارجع للدكتور حافظ، حيث اشار الدكتور حافظ الى امكانيه، وهو يتوافق كما يبدو مع ما اشارت اليه حركه حماس عبر الناطق باسمها برهوم عندما تحدث وقال ان المقاومه لن تسمح له بأن تكون غزة مسرحا لتصدير هذه الأزمات. الدكتور يعني صالح نعامي لا يتفق أن الأمر قد يصل إلى حرب وبالتالي تصدير الأزمة الداخلية، وحتى الدكتور صالح لا يرى ربط بين ما جرى من تصعيد أخيرا على غزة وبين المظاهرات في دولة الاحتلال. سؤالي لحضرتك دكتور حافظ، يعني أنت أشرت إلى أزمة داخلية في داخل دولة الاحتلال، يعني ما هي أهم ملامح هذه الأزمة التي تعيشها دولة الاحتلال، وهل هي مرشحة للتصعيد أم أنها يمكن احتوائها؟ شوف، هو لأول مرة في تاريخ هذا الكيان نجد هذا الانقسام الهائل في داخل هذا المجتمع الصهيوني منذ عام 1948. لا شك أن هذا مجتمع فتات، يعني جاء من كل صوب، وبالتالي كان غير متجانس لا في لغته ولا في ثقافته ولا في أعراقه، وحاولوا من خلال وعود مكذوبة أن يجمعوا هؤلاء الشذاذ من كل مكان ويوحدوهم على هدف محدد. هذا الهدف المحدد هو أن هناك كيان، هذا الكيان محاط بأعداء، هؤلاء الأعداء يريدوا أن يقضوا على هذا الكيان، وبالتالي كان هذا المجتمع موحد. الذي نجده الآن أنه بغياب الطرف الآخر، لنقل الدول العربية التي الآن للأسف كثير منها طبع من هذا الاحتلال وأصبح حليفا له، وهناك دول مستسلمة ودول فاسدة ودول فاشلة وغير ذلك، أصبح هذا الكيان يظهر من خلاله كل هذه الشقوق. يعني مجتمع يخوض الانتخابات، ثلاث انتخابات في غضون سنة واحدة، وما زالت الآن حتى هذه اللحظة الحكومة المشكلة حكومة هشة، هذه الحكومة لا تستطيع أن تقر، وهذه مظاهر هذه الأزمة، لا تقر الموازنة للكيان الصهيوني من أجل أن يدفع للحرديم وللجهات المتدينة وغيرها، لا تقر ميزانية،
ثم الفشل في موضوع كورونا. الكورونا المعلن حتى في التقارير الصهيونية المعلن عن الحالات الإصابة حالات قليلة جدا عن ما هو واقع حقيقة في قضايا الفساد التي يحاكم فيها نتنياهو. كل هذه مظاهر أزمة تعمق الشرخ في داخل هذا المجتمع الذي حتى هذه اللحظة يتحين طرفي الحكومة كيف يمكن للطرف أن يقضي على الطرف الآخر، كيف يمكن لنتنياهو أن يقضي على أزرق على أبيض، أزرق أبيض اللي هو غانتس، من خلال أنه هو يريد أن يعني أن لا يشاركه في الحكم بعد قليل، والعكس صحيح. ولذلك متوقع حتى أن يعني تنفصل عرى هذه الحكومة وأن تشكل أو أن يدعى إلى انتخابات جديدة. كل ذلك هروب من ملفات داخلية صعبة جدا داخل هذا الكيان، تؤكد على ما قلنا في موضوع هذا الشرخ المتعمق والذي يزداد عمقا يوما بعد يوم. للأسف الشديد عدم وجود قوة حول هذا الكيان هي التي تظهره بهذا المظهر من القوة. طيب. لكن حقيقة الأمر هناك شرخ كبير جدا. طيب، هناك أزمة يا دكتور حافظ، نتفق معك أن هناك أزمة لا شك في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. وسؤالي للدكتور صالح نعامي، أحد مظاهر هذه الأزمة يا دكتور هي المظاهرات ضد نتنياهو، وسؤالي هو ما هو تأثير هذه المظاهرات على تأجيج الخلاف داخل الائتلاف الحاكم الآن؟ وهل باتت الحكومة الإسرائيلية في ضوء التطورات في هذا الائتلاف آيلة للسقوط قريبا بسبب التحديات الكثيرة التي تحدق بها والأخطار اللي بتواجهها؟ يعني أنا في تقديري معجزة فقط تحول دون سقوط هذه الحكومة القائمة حاليا. يعني الخطاب الذي سمع الخطاب الذي ألقاه بنيامين نتنياهو تقريبا قبل ساعة في الكنيسة كان واضح تماما أنه هو يعني يخرج عن طوره لتوفير بيئة تساعده أو يعني تمهد لفك هذا الائتلاف. ليش؟ لأنه كما هو معروف الاتفاق الائتلافي ما بين كحول لبان أو أزرق أبيض والليكود ينص على أنه بنيامين نتنياهو يتولى الحكم لعام ونصف ثم يخلفه بني غانتس لعام ونصف آخر. الآن لكي طبعا واضح تماما أنه وصول بنيامين نتنياهو للمحاكمة وهو في خارج رئاسة الوزراء هذا يعني يزيد من فرص يعني مضي هذه المحاكمة والقضاء على مستقبل السياسة. لذلك هو يصر على موضوع أن يتم تمرير موازنة لعام واحد. يعني الآن احنا تقريبا بعد يعني تم انقضاء أكثر من 8 أشهر من عام 2020 ويصر على أن تكون الموازنة للعام 2020 فقط وليس للعام 2020 و2021 كما يطالب كحول لبان وكما تطالب حتى الأحزاب اليمينية وحتى الأحزاب الدينية. والآن يعطل تمرير الموازنة لأنه وضع في ذهنه أن 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 يدفع ويفر ظروف لحل هذه الحكومة. الآن المظاهرات بالمناسبة المظاهرات التي في تتواصل تحديدا في محيط مقر الرسمي لبنيامين نتنياهو هي بالفعل تعبر عن واقع احتجاج حقيقي على اولا على فشل بنيامين نتنياهو في مواجهه كورونا وايضا وما تلاه ذلك وما تبع ذلك من تدهور الكثير من المرافق الاقتصاديه في الكيان الصهيوني. وهذا طبعا يؤثر على شركاء بنيامين نتنياهو حزب تحول لبنان وحزب ازرق ابيض. هو لا يريد ويعرف انه اذا سقطت الحكومه سيكون سيواجه من في الانتخابات القادمه وسيحمل المسؤوليه عن مظاهر هذه عن هذا الفشل. لذلك نجد اصرار بني غانتس وكحول ازرق ابيض على موضوع ان تكون الموازنه موازنه ثنائيه. طيب دكتور صالح، اذا الموازنه دكتور صالح والتي يفترض ان يتم اعتمادها سواء كان لسنه او لسنتين قبل 25 او قبل نهايه شهر اغسطس الجاري، إذا لم يتم ذلك هل المرشح أنه يروح نتنياهو إلى انتخابات؟ في هناك القانون الأساسي للكنيسة قانون إذا لم يتم
إذا لم تحصل مشروع الموازنة الذي تقدمه الحكومة على أغلبية مطلقة في البرلمان فإن الحكومة تقوم بحكم الساقط. هل هذا قانون؟ يعني من هذه من الحالات التي تفقد فيها الحكومة الثقة هو وطبعاً وتكون تصبح في حكم المنحل أم أن يتم تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة ويسقط ولا يتم تمريره، تصبح عندها الحكومة ساقطة بشكل تلقائي. الآن من الواضح أنه إذا أقر الوزير المالية طبعاً هو القيادة الليكود رقم 2 في الليكود هو إسرائيل كاتس طبعاً بالتنسيق مع بنيامين نتنياهو على 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 تقديم مشروع موازنة. طبعاً هو يصر حتى الآن كاتس على أنه على يصر على تمرير موازنة لعام واحد. نعم. الآن المشكلة تواجه بنيامين نتنياهو أنه الأحزاب الحريدية شركائه الذين يتحكمون يعني تحديداً الحطام ريا درعي وزير الداخلية، هؤلاء يرون أنه ليس من مصلحة هذه الأحزاب، هذه الأحزاب لها مؤسسات دينية، مؤسسات تعليمية، مؤسسات اجتماعية، وهي معنية بالحصول على الموارد لتغطية، طبعاً هم يعني لهم أفضلية كبيرة في مسألة الموازنات، فإذا لم يتم تمرير الموازنة سواء أحادية أو ثنائية هذه المؤسسات يعني لن تمول، وبالتالي هم يضغطون عليه. ونوصل الامر لدرجه انه كما قيل قبل ثلاث ايام انه ريبيعي يعني اغلق الهاتف وجه بنيامين نتنياهو بسبب اعتراضه على مساله انه اصرار بنيامين نتنياهو على موضوع على موضوع الموازنه احاديه يعني لعام واحد. وبالتالي يعني حتى موعد تقديم المشروع الموازنه في انا بتقديري لن يتم التواصل للتوافق طيب. بالنسبه لكحول لبان والليكود، لكن المخرج كما ذكرت اليوم صحيفه انه بيحاول صيغه ما يصل اليها من الليكود مع الاحزاب الحريديه وبحيث انه يعني يتم تمرير الموازنه لعام واحد مع الاخذ بعين الاعتبار كل المطالب التيار الديني الحريدي. حتى هذه اللحظه لم تتضح الصوره هل يعني طيب دكتور صالح الحريديين معنيين بالتجاوب مع ذلك ام لا. دكتور صالح اسمح لي فيما تبقى من وقت نترك الحكومه الاسرائيليه ومصيرها الغامض ونركز قليلا على موضوع لبنان، وخاصه ان ما جرى في لبنان من فاجعه كبيره لفتت الأنظار أو يعني تجعلنا لا نستطيع تجاوز ما جرى في خلال نقاشنا هذه الحلقة، وخاصة كانت الحلقة معدة قبل ما جرى في مرفأ بيروت، وهناك كان في طبعا تصعيد إسرائيلي ردا على ما زعمت إسرائيل أنه عملية لخلية من خلايا حزب الله، وكان هناك في تصريحات ساخنة ضد حزب الله وضد لبنان حتى كدولة عندما هددت إسرائيل بمهاجمة الدولة اللبنانية كرد على أي عملية تكتيكية لحزب الله. الآن بعد الذي جرى في بيروت دكتور حافظ، هل تعتقد أن هذه الفاجعة المؤلمة ستدفع باتجاه تصعيد أكثر في المنطقة، وأم أنها ستؤدي قطعا إلى هدوء أكثر بسبب انشغال الناس بهذه الفاجعة التي جرت في لبنان، وخاصة أنه لا يوجد أي دليل حتى الآن ولا تبني لهذا الأمر باعتبار أنه هو خلل فني، مشكلة داخلية، عدم قدرة على التخزين لبعض المتفجرات. بهذا السياق هل هناك إمكانية لتصعيد أكثر أم إلى هدوء أكثر في المنطقة يا دكتور حافظ؟ شوف، هو أولا هذا الذي حصل أمس في لبنان يعني كارثة كبيرة، زلزال كبير، ما زالت ارتداداته لم تتوقف، ولا أعتقد أنه يمكن الحكم على هذه الارتدادات خلال فترة قصيرة منذ الأمس إلى اليوم. كل السيناريوهات الآن محتملة، أنه هل التحقيقات التي ستجري ستثبت أن هناك يدا عبثت في هذه يعني المتفجرات وأحدثت هذه الكارثة العظيمة، ومن ثم تتصاعد الأحداث سواء كان في داخل لبنان داخليا بين الأحزاب والطوائف اللبنانية، أو تفقد الدولة اللبنانية السيطرة على داخل لبناني بحيث هذا يؤثر على كذلك التصعيد مع
دولة الكيان أو غير ذلك من يعني الارتدادات. بكل صراحة حتى هذه اللحظة لا يمكن الحكم الآن مبكرا على هذه على هذا الزلزال الكبير، على هذا الكارثة العظيمة. نعم. التي لم يستطع أحد حتى الآن أن يعني يحتوي هذه الآثار الكبيرة أو أن يعني يحتويها بكل ارتداداتها المختلفة. لذلك أنا أعتقد أن من مبكر الحكم. طيب اسمح لي دكتور حافظ أنتقل للدكتور صالح. دكتور صالح، في نظرك ما هي أهم التداعيات التي قد تسفر عنها عملية الانفجار الهائل في بيروت؟ هل نحن أمام سيناريو حرب أهلية مثلا في لبنان أم حرب خارجية مع الاحتلال، وخاصة إذا ثبت بشكل أو آخر وجود يد لدولة الاحتلال فيما جرى؟ وفي حال كانت يعني دولة الاحتلال الإسرائيلي إلها يد، هل اختيارها للمكان قلب بيروت وللزمان قبل صدور الحكم في قضية الحريري تسعى فعلا لإدخال لبنان في أزمة داخلية واقتتال داخلي؟ يعني أولا نحن علينا دائما عندما تحدث أحداث من هذا القبيل فإن السؤال الذي يطرح من المستفيد؟ واضح تماما أن بغض النظر سواء كانت إسرائيل وراء هذا الموضوع أم لا، أن إسرائيل من الأطراف التي استفادت من هذا الانفجار. هذا من ناحية. أما الناحية الثانية واضح تماما بأنه النظام السياسي والجهاز البيروقراطي في لبنان يتحمل المسؤولية عن موضوع تخزين مواد متفجرة بالغة الخطورة منذ 6 سنوات في مخزن دون اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم التسبب في مثل هذا الانفجار. لكن هذا لا ينفي وليس كافيا لينفي مسؤولية إسرائيل أو غير إسرائيل عن هذا الأمر. هناك إسرائيل دائما يعني معروف تعب تقوم طبعا إسرائيل وغيرها من الأجهزة الاستخبارية تقوم بعمليات تسمى عمليات بدون توقيع، يعني عمليات يعني تتنفذ دون أن تظهر مسؤولية إسرائيل عنها. وبالمناسبة هذا حدث في العقد الأخير في قطاع غزة عنا، حدث بعض الانفجارات الغامضة التي كانت يعني تمس بالمقاومة دون أن يكون لأحد المقدرة على ربط هذا بشكل مؤكد بإسرائيل. إسرائيل لها مصلحة واضح تماما أنه واضح هذا الانفجار يعني خلط الأوراق في وضع حزب الله في زاوية قلص يعني يزيد من فرص اللي هو الانتقادات لحزب الله وكذا. الفكرة وصلت دكتور صالح، أرجو أن تعذرني الوقت داهمني في الحقيقة، لا يوجد متسع لمزيد من النقاش حول هذه النقطة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صالح النعامي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، والشكر موصول للدكتور حافظ الكرمي رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، ولكم أيضا مشاهدي الكرام كل الشكر والتقدير، وإلى أن نلتقي هذا زاهر بيراوي يحييكم ويستودعكم الله.